بايدن قال بالفعل إنه يلزم هذه الإدارة بالبقاء في الاتفاقية، وعد بذلك. لا توجد طريقة قانونية لعمل ذلك. التوقيع على الاتفاقية هو قانوني، ولكن لا يستطيع أن يقول إذا انتخب ترامب ثانية في 2024 فإن ترامب سيبقى في الاتفاق. كرئيس لا تستطيع أن تلزم خلفك بنفس سياساتك. ترامب انسحب من الاتفاق في 2018، وكان هذا خطأ استراتيجي كبير، كارثة. تذكري، هذه الاتفاقية كانت ناجحة وأوقفت برنامج إيران وأعادته إلى جزء من حجمه وجمدته لعشرين عاما ووضعته لعدة سنوات، و ترامب ألغى كل هذا بدون توفير حل آخر، والأمور زادت سوءا. لهذا السبب كل دول العالم عدا إسرائيل وافقت أن أفضل مسار هو العودة إلى هذا الاتفاق. لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة. لا يمكن قصف قدرات إيران وتدميرها فهي منوعة وموزعة. لا، التفاوض على الحل هو أفضل حل. لهذا إدارة بايدن تركز على هذه الجولة من المحادثات وإنجاحها. ربما هنا نتحدث أكثر سيد جوزيف فيما يخص الدور الإسرائيلي. إسرائيل تتحدث عن استعدادها، تتحضر أيضا ميدانيا على الأرض، وتقول بأنها مستعدة لشن عمليات عسكرية ضد إيران. قد تساهم معها الولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟ لا، بايدن لن يخوض حربا مع إيران. لا يوجد خيار عسكري جيد. وفي صحيفة نيويوركر هذا الأسبوع كانت هناك مقابلة مع الجنرال ماكنزي رئيس القيادة الوسطى، قال الحرب مع إيران ستأخذ على الأقل سنة كاملة، وهذا شيء متفائل، أو هذا تفاؤل، ستجعل الحرب مع أفغانستان والعراق شيئا سهلا. لا يوجد خيار عسكري. وأما بالنسبة لإسرائيل فإيران هنا معزولة، وهي البلد الوحيد الذي يتخذ هذا الموقف. فمثلا الجيران إيران من العرب يدعمون هذه المفاوضات، يدعمون العودة إلى الاتفاق النووي، رغم أن الكثير منهم كانوا قد عرضوه أثناء مفاوضة عليه في 2015. إسرائيل البلد الوحيد ضده، والولايات المتحدة تحاول إيقاف إسرائيل من الإساءة إلى المفاوضات. إسرائيل لا تستطيع لوحدها أن تدمر البرنامج النووي الإيراني. لا تستطيع القنابل اللي كنت تصل إلى أعماق الأرض، وليس لديها الطائرات يمكن تنقل هذه الطائرات، وليس لديها الدبابات يمكن أول الطائرات يمكن تزودها بالوقود. لكن إذا ما حصل بإمكان إسرائيل تبدأ حربا، ولكن لا تستطيع أن تنهيها إذا أنها تحتاج الولايات المتحدة في ذلك. الولايات المتحدة أن تقضي أوقاتا طويلة للحديث مع إسرائيل، تقول لهم ما هي خطتهم ولمنعهم من القيام بأي أعمال اغتيالات أو تدمير أو تخريب أو أي هجوم عسكري يمكن أن يؤدي إلى حرب لا تريدها لا إيران ولا الولايات المتحدة.